نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعميق اعتزازهم بالعلاقات التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تقدم وتطور على كافة الأصعدة وتمنياتهم لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الأمريكي الصديق بالرقي والازدهار. وكان معالي وزير الخارجية قد حضر حفل الاستقبال الذي أقامه فخامة الرئيس ترامب لقادة ورؤساء وفود دول العالم المشاركة في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.